ظاهرة المشاجيد في قلب المدينة القديمة الإغلاق ديالها كنقولوا نقدروا نتفهموا كورونا وجائحة كورونا ما أدات عليه نقدروا نتفهموها. الآن لو كان غير سد مشجد ولا واحد ولا جوج، الآن تم إغلاق جميع المشاجد بحجة كورونا بحجة غيطيح. هذا المشجد صلى فيه سيدنا جوج ركعات وكان دعم ليا سيدنا فيه، كما خدا جميع المشاجد في المدينة الدعم ليا سيدنا. لأن دابا حنا غير كنتسألوا المسجد كيسدوا في المدينه واللي جاي خطير هو جامع عوض الحمراء. انا كنتحمل الكلام اللي كنقول حتى هو غيسد. علاش؟ انه في 2013 2014 انا داك كان السيق السكري الحلو للانوالي في مراكش سدوا نظرا على الرتور اللي كيوقع ليه المدينه القديمه ديال واد الحار في البحر، وقع ليه الرتور وتم اغلاق المسجد واصلاحه. سي كما كتشق الحلو عاود الاصلاح لذاك المسجد حتى هو من المال ديال سيدنا للامير المؤمنين. الان المساجد كيسدوا، هذه ظاهره كنقولوا ظاهره. الاذان الهلال ما بقاش، نقولوا فيه الازعاج كما كيقولوا نمشيو معاهم كيمشيو. داك كيقول لك هذاك الهلال كاين اللي كيخلع لهم الدراري، كاين اللي كيدير لهم، دابا ولا غير الاذان ديريكت ولكن بالتخفيض ديالو تقدر ما تسمعوش. حتى هذه ظاهره، حنا غنمشيو معاهم بعيد وغنسلموا. وحتى الزوايا ديال المدينه القديمه الاغلاق ديالها الله ماشي واحد اللي باقي عنده ذاك الروح ديال، حيت الزوايا ورجعوا بحال الملك الخاص، يحلوا الوقت اللي يقول لراسو ويسد الوقت اللي يقول لراسو. حتى هذا فين قالوا كلام منه كنقولوا المدينه القديمه وحضارات المدينه القديمه والجوامع والمشاجد والكنائس والمباعد اليهوديه، كل هذه ثقافه كلها كتصب في داخل السور واحد الذاكره ديال التراث المغربي الاصيل والدار البيضاء مفرعه عليهم. لان حنا غير كنتسائلوا اتونسيون جامع عبد الحمار راه سد، راه سالات ميسا الواد الحار دابا راه كينهك فيه من التحت وشناط غيطيح على عباد الله، وخاصكم ضربه استباقيه ديال الرتور. المسؤول عندنا حنا بالنسبه لنا حنا كمجتمع مدني وكانت عندنا الحصيله ديال التتبع ديال المشاريع الملكيه منذ 2005 و2006 و2007 راه الوكاله الحضاريه كتحمل المسؤوليه. لو كنا الجمعيه اللي كان عندها الفلوس اللي كانت كتمدها بداك الفلوس باش يتخدموا، راه المدينه القديمه بحال ما صيبناش، راه بشهود ديال السكينه وحنا اللي كنعرفوا المدينه وولاد المدينه وكنعرفوا الخبايا ديال المدينه، راه الوكاله الحضاريه كتحمل المسؤوليه ديالها. علاش؟ انا ملي كيديكلاري ليا واحد المسؤول او واحد المصلي تحت واحد الطرف راه كديكلاري السلطه، طبيعه السلطه اللي من غتعطي تعطي كتحمل المسؤوليه العاملين الوكاله الحضاريه اللي يكونوا هو اللي شاد المشروع. شوف تبارك الله البنايه راه غير تبنات، بنايه تبنات من الاساس ديالها تبنات، ومشاجد المبنيه غير الروتوش. لا هذا اش كيصب؟ كيصب شي حوايج الله اعلم ما عرفناش. حنا اولا ما غنشكو في حد، وتا واحد ما غنخونوه، تا واحد ما غنزهوش، ولكن المشاجد عندهم حرمه. هذه راه دوله امير المؤمنين خاصكم تفهموها. حلوا لنا المشاجد واخا غير 70%، حنا غنمشيو معاكم نقول لكم السكينه كتخوي وهذا، غنمشيو معاكم في هذا الاتجاه تا هو واخا غير 70%. اهم المشاجد ديال المدينه جامع السوق، جامع المخزن الان باقي جاب صلوا فيه ربعه الملوك، مولاي يوسف، محمد الخامس، الحسن الثاني الله يرحمه، ومحمد السادس، مسدود هذه داخل في 6 سنين تا هو. علاش؟ الله اعلم، باقي كيقلب على شي خصه تكون قاده، باقي ما فهمناش. هاد المساجد عندهم قوه تاريخيه ونضاليه، راه الجوامع راه صلوا فيهم الناس، الناس راه جابوا التحرير من هاد الجوامع ومن هاد الزاويه ومن هاد الكنائس. يعني المدينه القديمه عندها خصوصيات، اذ اللي ما استهداف المساجد ديال المدينه وبغض وهادشي اخطر منهم بوسماره 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 اللي عندها تاريخ ورمزيه للقياد للدار البيضاء، وكيفاش هذاك الراس ديالنا حنا كيقولوا المسقط الرؤوس ديالنا البيضاويين ولاد المدينه. بوسماره تاريخ المقاطعه طرقوها تاريخ ديال المدينه، هذوك اللي كيجيو في ماروكان اللي بغى شي ورقه كيجي تماك. هذيك الحضاره ديال ذاك المقاطعه ديال دار المخزن، فهم ديال دار المخزن تحيد من المدينه وتحيد ولاد المدينه. يالو شكون اللي كنستهدفوا؟ هذا السؤال كنطرحوا لهم. حنا كنقولوا الوكاله الحضاريه كيخصك تفعلي المشروع الملكي، والمشروع الملكي راه ما جاش، راه الملك راه خص المدينه بتسعود ديال الزيارات. ما عمرها ما كان في شي مدينه تسعود ديال الزيارات، ما عمرها ما كان في شي مدينه. ما تحداش واحد يقول لك سيدنا في شي مدينه عتيقه تسعود الزيارات، انه عطاها خصوصيه وعطاها الزاويه الحراقيه، هذا اخطر ما كاين. الملك راه عاطي فيها ابر على التصيبات، سيدنا راه عطاها فيها تقريبا واحد كنتحمل المسؤوليه كلام واحد 200 ولا 250 مليون باش ذاك الزاويه الحراقيه الفوق ديالها تكون اولا تكون دار العباده،
والقراءة القرآن الدراري الصغار والأمهات في حالة صعبة يتعلموا فيها الصنعة ويديروا فيها الدين. صيبوا لتحت جلجوه تكاو على الفوق إذا طلعتي الفوق تخلعي. وهذا كلهم استهداف المشاريع الملكية. شكون اللي عنده غاية في مدينة الدار البيضاء وعلى رأسهم المدينة القديمة يتنحوا مواليها بالمشاجير ديالهم بالتراث ديالهم بالمكانائس ديالهم من جميع الخصوص التعبد الدينية تحيد واش ما خصوش؟ علاش فاس ما تمسوهاش؟ علاش مراكش ما كتمسوش؟ علاش الرباط ما كتمسوش؟ علاش الصويرة ما كتمسوهاش؟ علاش هاد المدينة بالضبط استهدفتوها والمصيبة بفلوس ديال سيدنا هذا مع الأسف. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.